خبر آخر لنا عبر شبكة الشروق، الخرطوم تستضيف اجتماعا جديدا بشأن سد النهضة. من المنتظر أن تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم اجتماع سد النهضة في 21 من ديسمبر الجاري، ولمدة يومين. يسبقه اجتماع آخر الأسبوع لوزارة مياه وخارجية الدول الثلاث بالعاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل. ويأتي الاجتماع عقب اتفاق وزراء مياه السودان وإثيوبيا ومصر على مواصلة المشاورات والمناقشات الفنية بشأن السد. واختتم بالقاهرة يوم الثلاثاء الاجتماع الثلاثي لوزارة المياه واللجان الفنية بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، حيث ناقش الاجتماع عددا من التفاصيل الفنية المعقدة بخصوص أدنى تصريف يمكن تمريره. وفي السياق ذاته، خلف سد النهضة في حالة السنوات متوسطة الإيراد والسنوات شحيحة الإيراد الجافة التي يعني تشبه سنوات الجفاف التي ضربت المنطقة في أواسط ثمانينيات القرن الماضي. وتطرقت الوفود الثلاثة للاحتياطيات اللازمة من كل دولة للتعامل مع تعاقب السنوات الجافة قليلة الإيراد، بينما تغاربت وجهات النظر بين الدول الثلاثة بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات المطيرة أو متوسطة الإيراد. وقدم الوفد السوداني مقترحات بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة والتي يمكن البناء عليها. بمزيد من التفاصيل في اجتماع الخرطوم المقبل. خلال السعي الجاد للتوصل لصيغة تفاهم ما بين المحاور الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، الملء والتشغيل، أين وصل سد النهضة الآن؟ خاصة أنه في اتفاق ما بين الإيرادات، في مرحلة ما يتم الملء وفي مرحلة أخرى ينتظر أن يتم التشغيل. وأنا بعتبر إذا اعتبرنا أنه الطرفين المصري والأثيوبي الاثنين يعني خاتين في أعلى سقف الطموحات بتاعتهم، افتكر أنه النقاش محتاج لمرونة. مصر من حقها أنها تحافظ على مياه، لأن مصر هبة النيل ووجودها كل مربوط بمياه النيل، وأثيوبيا تتحدث عن حقها في مياه الذي تصب عليها، وهذا حق مشروع. لكن الحديث عن الملء كانوا اتفقوا حوله، يعني أنه من 7 سنوات أصبحت 3 أو 4 سنوات. لكن الآن دخلت إشكالات جديدة، أنه حتى في تسيير أثناء بعد التشغيل المصريين دارين يضمنوا أنه المياه في الأوقات الجافة بتكون شحيحة، أنه تصلون في الأوقات الشحيحة تصلون المياه اللي هم دارين، أو الأثيوبيين بيفتكروا أنه يعني هو يعني كأنه السد كده هيشتغل بعد شوية، أنه يعني يوفر مياه لمصر يعني بدل ما يوفر مياه لأثيوبيا يعني. فأنا بفتكر أنه طالما دخلوا وسطاء في الموضوع، الموضوع بيمشي لقدام. الآن موضوع الملء شبه اللي اتفقوا حوله يعني. طيب، كان في اجتماع ما بين وزراء الخارجية للدول الثلاثة في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوسط والتوصل لصيغة تفاهم مشتركة ما بين هذه الدول. يعني الاجتماع الذي سوف يقوم في الخرطوم من 21 ديسمبر ممكن يشمل شنو؟ وهل ممكن نتوقع تاني معوقات تكون إضافية ما بين الخلافات دائما الشد والجذب اللي بيكون ما بين مصر وأثيوبيا؟ هو ده اللقاء الثالث طبعا، الأول يتعمل في أديس، لقاءات فنيين ناس متخصصين في المياه ودي شغلتهم، واللقاء الأسل الأسبوع ده كان في القاهرة. في القاهرة، واللي بعده حيجي هم بس حيواصلوا الجلسات بشكل تخصصي وبشكل مهني. إذا واجهتهم عقوبات دائرة قرار سياسي بعد ذاك بيلجأوا لوزراء الخارجية أو رؤساء البلدان يعني. وننتظر الاجتماع ومخرجاته حتى انه نقدر نحلل بصوره اوسع.